ومن وحي اليوم العالمي لمكافحة الألغام رح نسلط الضوء ضمن أولى فقراتنا الصباحية على موضوع التوعية بمخاطر التعامل مع مخلفات الأسلحة وضرورة التوعية حول هالموضوع اللي بتمتد آثاره لعشرات السنين. لمزيد من المعلومات بصرنا يكون بصباحنا غير معنا لليوم الدكتور عربي المصري كلية الإعلام جامعة دمشق. صباحك دكتورنا. أهلا وسهلا فيك. صباح جميع مشاهدينكم. يسعد صباحك دكتور عربي. بالبداية خلينا نعرف، شفنا الاستطلاع اللي عملته زميلتنا هزار عبود، نعرف درجة معرفة الناس لمخاطر الأسلحة. حتى نحكي على درجة معرفة الجمهور السوري، أول شيء لازم نعرف التصنيف الدولي للجمهور فيما يتعلق بالألغام وبقايا الحرب ومخلفاتها. بالأول في عنا جمهور بيعرف عن القضية وبيعرف خطورتها، في جمهور بيعرف بس احيانا كثير بتكون معلوماته خطا مثل ما شفنا بعض النماذج اللي مرت بالاستطلاع، وهناك جمهور لا يعي بالقضيه او بخطورتها. جمهورنا حقيقه يعي بخطوره القضيه كما وضح معكم، لكن ليس لديه معلومات حولها، ليس لديه معلومات بكيفيه التعامل معها او كيفيه حمايه نفسه من هذه المخلفات ومن هذه الالغام. يعني إذا بدي أعطي نماذج من البيئة السورية، والحقيقة القضية يعني بلشوا أنه في لها خطورة كبيرة، لا هي الحقيقة في لها خطورة كبيرة كتير كتير كتير، لأنه الضحايا أعدادهم كبيرة. كل يوم بيجينا خبر، صحيح ما في إحصائيات رسمية وهذا شيء طبيعي، لكن كل يوم بيجينا عدد، بيجينا خبر عن لغم انفجر روح ثلاث ضحايا، مجموعة من الأطفال أما فقدناهم أو أصبحوا ذوي إعاقة نتيجة تعامل خاطئ مع مخلفات حرب. لذلك القضية مستفحلة جدا في المجتمع السوري نتيجة الأزمة الطاحنة اللي عاشتها البلد خلال السنوات السابقة. طبيعي جدا أن تصبح سوريا من أكبر أمكنة في العالم فيها مخلفات حرب. مثل ما قلت بعطي نماذج على تعامل جمهورنا غير الواعي رغم إدراكه الكبير لأهمية القضية. نعم. يعني لما بيجي بنسمع عن فلاح أنه بيحرق الأرض لأنه خلص هيك ضمن أنه ما في مخلفات فيها، بنقول هذا الحكي مو صح، لأنه ممكن اللغم ما يتأثر بالحرارة السطحية، أو في كتير منهم بفوتوا قطيع من الغنم على أساس إذا نفدوا الغنم خلص معناته أن الأرض ما فيها شيء، وهذا الشيء كمان غلط لأنه الألغام التي تنفجر بشخص غير الألغام التي تنفجر بكائن لديه أربع قوائم وثقله يتوزع عليها. منلاقي عنا هلأ إذا منجي على محيطكم طلابنا في الجامعة منلاقي بعضهم حاطط على صدره مقذوف لرصاصة وبتقول له ما فيها خطورة على حياتك، بيقول لك والله ما في، البارود منشال. طيب هاي إذا ما تعرض، إذا تعرضت لحرارة، يعني إذا رفيقك شعل قداحة جنبك لفترة تزيد عن 10-15 ثانية ممكن أنه تصير النتيجة تؤدي إلى قتلك. نفس القصة قالت لك إحنا ممكن نشيلها. هذا اللي كان بدي أسألك عليه، يعني ونحن عم نتابع المادة دكتور ورد معلومات من بعض الأشخاص واللي هي بتبين قديش في جهل تجاه التعامل مع المخلفات، بس هيك عارفانين يمكن أنه خطورتها أنه خلينا نشيلها من الأرض، بدها أخصائي ليشيلها لأنه هي ممكن تنفجر. وأنا بعطي مثال، يعني الحقيقة كان في دور مهم لوزارة الإعلام ومديرية الإعلام التنموي بهذه القضية، توعية الإعلاميين بالدرجة الأولى لأنه هن يحملوا الرسالة، يعني كانتقال المعلومات عن طريقهم كخطوة أساسية للتوعية، الشغل مع الإعلاميين، لأنه كمان من جزء كبير من إعلاميينا معلوماتهم معارفهم كيفية التعامل كمان ضعيفة للغاية، فكان الخطوة الأولى هو التركيز عليهم. بعطي مثال عن أحد الورشات اللي صارت، كان عم يحكوا مجموعة من الأطفال اللي عم ينشرح لهم أنواع المخلفات وطبيعتها، فبيقول له في عنا واحدة منها، بيروح بيجيب له إياها وبيجي هو وحاملها. فشوفي قدي في جهل في التعامل، أو بلاقي بتقارير إخبارية والناس فرحانة أنه إحنا عملنا مبادرة لنشيل الألغام من الـ من من لنشيل المخلفات والركام. حتى بمجتمعنا المحلي يعني بيجي خبر مثلا في منطقة المليحة أنه على كل الناس أنه تنظف بيوتها وترمي الردم بالشارع لأنه المحافظة حتنظف، واللي ما بينظف بعد هيك بعد ما المحافظة تشيل حينقل الركم على حسابه الخاص. طلعت الناس بالمئات لتنظف بيوتها وترمي الركم،
أكثر من ضحية راح، لأنه اللي عم بيزتوا في مخلفات عم ينفجر وعم بيؤدي إلى أضرار وضحايا، ففي خطورة كبيرة. إحنا يعني اليوم العالمي للألغام بنقول أخف خطر هو خطر السلاح الظاهر، اللغم خطورته كبيرة، بس في عنا أشراك مخفية، يعني في ممكن أنا يحطوا بالفازة ولا يحطوا بالبراد هذا الشرك لحتى اللي يجي يحمل ولا يجي يعتقد أنه هذه القذيفة خلص ممكن أعمل منها فازة تقتله وتضره وتأذي المحيط فيه. لذلك التوعية كبيرة في هذا المجال. هلا اذا بدنا نحكي دكتور، المنظمات الدوليه كثير عم تعمل مثل ما قلنا ورشات توعيه، طيب اهميه هي الورشات اللي عم بيعملوها ولوين وصلت يعني، ورسائلها هي عم تصل لكل العالم ولا لا؟ الى اي حد هي هلا هي الورشات بالدرجه الاولى تخصصت في الجمهور النوعي بقاده الراي من الاعلاميين وغيرهم، سواء دراميين سواء رجال دين، الذين سينقلون التوعيه الى الجمهور العام. يعني ضمن هذه الورشات اللي كانت عم تنظمها كثير من المنظمات الدولية في سوريا بإشراف مديرية الإعلام التنموي، كانوا يلعبون لعبة اللي هي لعبة الموت، أنه إذا بتشوف شو بتعمل، 90% من صحفيين مغامرين بيكملوا، فبيؤدي فيهم أنه أنت هون إذا بهذا السلوك فهذا يعني أنه موت حتمي. فكمان الوعي لهؤلاء مهم جدا لحتى ما يقنوا الرسالة غلط أو يحملوها بطريقة ورسالتهم هادفة صحيح، يعني يقدروا يوصلوا الرسالة بطريقة صح، لأنه هن الحلقة الوثقة بين هذه المنظمات وبين هذه الإدارة وهذه الوزارة والوسائل الإعلامية وبين الجمهور العام. فلذلك ضروري جدا كان الشغل عليهم بالدرجة الأولى حتى يقدروا ينقلوا الرسالة صح ويوصلوا الرسالة صحيحة. نعم دكتور، بما أنه عم نحكي عن الرسالة وعن الورشات اللي أقيمت من المنظمات الدولية واليونيسف كان منها، مرق معنا قبل شوي فاصل هو من كتابة حضرتك، كنت عم تحكي لنا عن المعلومات اللي لازم تنذكر مثل ما بنتدرج نحن حتى بنقل الخبر، مثل ما تعلمنا بنقل الخبر شو لازم يتضمن أيضا هاي الفواصل التوعوية. خلينا نحكي كيف بتنتقل الرسالة حتى توصل بالشكل المناسب. نعم هلا احنا عندنا دائما بهكذا رسائل ترويجيه ضمن التسويق الاجتماعي لسوق افكار، انا ما بدي روج لبضاعه، بدي روج لفكر، بدي روج لسلوك ليحمي الناس، لانه مثل ما قلت الخطا في اللغم او الخطا كارثة في التعامل هو الاول ويكون الاخير، لذلك كبير جدا خطورته على الناس. لذلك احنا عندنا نوعين من الرسائل التوعويه، الرسائل التي تهدف إلى إيصال المعلومة بطريقة مباشرة، وكلا النوعين لازم يوصل الرسالة بطريقة واضحة لا لبس فيها، يعطي جملة في النهاية، يعطي التوجيه. يعني مثل ما شفتوا بالسنافر بالقسم الأول اللي عرضتوه هلأ، ما في قصة، السنافر موجودين بقلب منطقة مخلفات، وهذه المنطقة هي موجودة ضمن سوريا، ويتعجبون ويتحدثون، لأنه إحنا كمان هدفنا بشكل كبير الأطفال، لأنه هم الأكثر هشاشة وضعف والأكثر جهل وقلة معرفة في التعامل، فأخذنا شخصية قريبة منهم، فحاولنا أخذنا شخصية قريبة منهم اللي هي السنافر، وكيف بيتصرفوا بالسلوك العادي، أنه صنفور جوعان بيشوف كل شيء أكل فبيحب يلمسه، صنفورة جميلة بتشوف عقد بتحب تلمسه، فوصلنا الرسالة بطريقة مباشرة وواضحة بدون أي حبكة بدون أي قصة، عكس الجزء الثاني اللي حتعرضوه بعد شوي على ما أعتقد أكيد. حيكون في قصة وفي شرشبيل وحيحاول يوقع فيهم، فهو شو حينصب لهم شرك، هنن كيف حيتعاملوا، حيكون في حبكة. فالجزء الأول كان غايته إيصال الرسالة، لا تقترب لا تلمس، حذر، اتصل أو خبر، خبر أهلك وعلى أهلك يتصلوا وبالرقم الساخن اللي وضعته على ما أعتقد وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإعلام اللي هو 130 على مدار 24 ساعة على تلبية الاستجابة. فكانت الرسالة واضحة هون بالأربع طلبات من الأطفال، ما يقربوا ما يلمسوا، يحذروا مين حولهم ويطلبوا منهم يخبروا الجهات المختصة لحتى يقدروا، ما هن الأبطال اللي بدهم يفكوا اللغم ولا اللي بدهم يشيلوه ويزتوه برات المدرسة،
هذا أي حركة له ممكن أنه يفجره، ممكن أنه يعمل كارثة حقيقية. أكيد فكرة مميزة ورسالة أكيد حتصل لأكبر عدد ممكن من الناس إن شاء الله. هلأ دكتور خلينا ننتقل لمخلفات الأسلحة كمان نحكي عنها ونسلط الضوء عليها. هلأ فيما يتعلق بمخلفات الأسلحة، في عنا الخطر الأكبر هو الأسلحة غير المتفجر أو غير المنفجرة مثل ما بيقولوا، لأنه هي قابلة للانفجار في أي لحظة. حتى الآن هناك مخلفات أسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، يعني من حوالي سنتين تقريبا أخليت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية لأنه وجدوا فيها كثير من الأسلحة غير المنفجرة، وبالتالي هناك خطورة كبيرة على حياة الناس الذين حول هذه الأسلحة. طبيعي جدا في كل العالم ضمن أي حرب في استخدام للأسلحة، وجزء من هذه الأسلحة أحيانا يصل إلى أكثر من 10% منها لا ينفجر ولا يؤدي مهمه بالشكل المطلوب، لكن حين يتعرض لأي مؤثر أي محرض مباشرة سيؤدي إلى انفجار. وهو المشكلة في الحرب الناس أخذ حذرها، يعني طالعة من بيوتها من بعد عن موقع القتال، هلأ رجعت عايشة ضمن مجتمعها ضمن بيئتها، الأسلحة غير المنفجرة موجودة بيناتها، وبالتالي انفجارها سيؤدي إلى خطورة عليها، ليس فقط على من يقاتل لكن على من يعيش، وهنا الخطورة الأكبر. طبيعي جدا أن يعرف الناس بكل أنواع الألغام والأسلحة غير المنفجرة والشرائك المخفية، يعني تصوري أنه في أحد المواقع في سوريا حسب ما نقل إلينا أنه المسلحين وضعوا حذاء عسكري على المصحف الكريم، وبالتالي طبيعي لأي شخص إنسانيا أنه يشيله إكراماً لكتاب الله، وكان شرك متفجر كي يودي بحياته وحياة من حوله، لذلك هذه الأشراك تكون أكثر خطورة. الأسلحة كما ذكرت بأنواع العديدة اللي هي ممكن أنه يمر عليها زمن وممكن أنه يجي عليها تراب وفوقها التراب يطلع نباتات، وبالتالي يشعر الإنسان أنه هي طبيعية، صلى 20 سنة ما انفجرت، صلي سنة راجع على بيتي هلأ بدها تنفجر، فيمكن أن تؤدي السلوكيات غير السوية مع هذه المخلفات مع هذه الأسلحة إلى كارثة حقيقية. نعم دكتور، يعني مثل ما حكينا عن هي الخطورة كمان رح نشوف مع حضرتك مادة من دير الزور. نعم. مع أحد المصابين بمخلفات الأسلحة ونرجع نكمل حديثنا. طالت أيادي الإرهاب البشر والحجر، فمن لم يصاب في جبهات القتال كان ضحية لمخلفات الإرهاب. هادر عباس سائق لدى مديرية الخدمات الفنية بدير الزور أصيب مرتين خلال حصار مدينة دير الزور حينما انفجر لغم من مخلفات الإرهاب قرب مطار المدينة أدى إلى بتر أصابع يده اليمنى، ورغم ذلك تابع العمل. بعد ما شافينا وايد الله شافنا رجعنا على الخدمات وطلعت على البوكمة المهمة بال 2017، طلعت مهمة على البوكمة وأنا بمشي فتت بطريقة يعني كله ألغام نص بين الدواش، كان دعس على لغه والصار صارون سبب بشلل إيدي اليسرى. أما السائق سلوم العسكر يروي قصة إصابته بعدما تعرضت سيارته لقذيفة غادرة من قبل إرهابي داعش أثناء قيامه بنقل الحبوب من مركز الفرات إلى المطحنة ما تسبب ببتر ساقه اليمنى. أثناء فترة الحصار أنا أشتغل على القلاب وطلعت من نقل الحبوب على المطحنة، تعرضنا للقذيفة من مجموعات الإرهابية سببت قطع إجري، وبعدين ظلت متابعة على عملي ولا أزال يعني ضمن عملي. وبحالة مشابهة للمواطن مهيدي العبيد العامل لدى مؤسسة نقل الطاقة بدير الزور، وأثناء قيامه وزملائه بإصلاح عطل في خط التوتر قرب حقل التيم تعرضت سيارتهم لانفجار لغم أدى لاستشهاد أحد زملائه
وإصابة الآخرين. بعد انتهائنا من التصليح أثناء العودة فجرت بين اللغمين من مخلفات الإرهابيين. طبعا هم الإرهابيين رحلوا وخلصنا منهم بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، وإحنا إيد بإيد مع الجيش العربي السوري نستمر ونكمل شغلنا. طبعا الحادث تبعنا أدى لاستشهاد زميلنا الله يرحمه قاسم الحميدي وإصابة 8 عناصر منه. طبعا أقل إصابة كانت عندنا هي الكسر والرضوض لكل العمال. خطر مخلفات الإرهاب وخاصة الألغامة أودت بحياة الكثير من السوريين وتسببت لهم بالعجز. تابعنا المادة هلا مثل ما بنعرف انه مخلفات الحرب والالغام قديش هي الى اثار خطيرة. نعم. نفسية وجسدية على كل حدا يعني بينصاب فيها. يعني النفسية ممكن يتعرض للتهميش والكآبة وكثير من القصص، ممكن كمان نحكي عنها بشكل اكبر. هلا الاثار مخلفات الحرب كبيرة، يعني مثل ما قلتي نفسيا واجتماعيا واقتصاديا على الأسرة. يعني كثير من الأسر حينما يفقد أو يصاب الأب تفقد المعيل، وبالتالي هذا الضرر سيصبح مضاعف على كل أفراد الأسرة وليس عليه فقط، كذلك بالنسبة للأم التي قد يفقد أطفالها حق رعايتهم حق الاهتمام فيهم، فسينعكس أيضا على فئة مهمة داخل الأسرة، وبالتالي الأضرار اقتصادية اجتماعية ونفسية ولها عديد الارتباطات. ما بدنا ننظر على الناس ونحكي على أنواع الآثار بشكل كبير، لكن بنحكي على الآثار الظاهرة أمامنا، أنه حينما يصبح الإنسان ذوي إعاقة يقضي عمره بإعاقة ويخسر عمله ويخسر الكثير من قدراته مقابل أن يمارس حياته بشكل صحيح، إذا لم نقل أننا سنفقده فعلا. وأنا هون بدي أحكي شغلة كتير مهمة، أنه حتى في رسائلنا الإعلامية، لذلك كان توجيه الإعلام التنموي في سوريا على تركيزنا على الإعلاميين، في عنا كثير من الرسائل الأخطائية، كثير من الأخطاء في رسائلنا الإعلامية. يعني مثلا بالدراما لما بيطلع بمرايا بيقلك أنه هو واقف على لغم ولا تتحرك، وإذا تحركت ما بينفجر، بقول لك هذا الحكي في معلومات غير صحيحة وتوظيف لفكرة اللغم مع الإمكانية انفجاره وكيفية اعتراف الشخص وهو واقف على اللغم، لعبة درامية عم تاخذ حيز على حساب التوعية المفروض. مشان هيك بدنا نحكي عن هون عن دور وزارة الإعلام من خلال مجموعة من المواد التوعوية. نعم. سواء الفواصل اللي شفنا منها اللي هي من إنتاج وزارة الإعلام، وأيضا من خلال المواد اللي بيتم بثها عبر شكل تقارير توعوية أو ورشات توعوية لحتى العاملين في مجال الإعلام مثل قبل شوي. قدي مهم هذا الدور وقدي ساهمت هي الحملة التوعوية اللي قامت فيها وزارة الإعلام بشكل مستمر بتوعي بمجال خطر الألغام والأسلحة. لكن أنا دائما بقول دور التوعية منصب على ما ينتج عنه من أفعال وسلوك. نعم. إذا لم يعكس الإعلاميون هذه التوعية برسائل تفيد وتساعد الناس وتخلصهم من الوقوع في فخ هذه المخلفات، فأنا بقول التوعية ناقصة. أما إذا شفنا هذا الكم، وبالتالي الآن تنتقل الكرة إلى ملعبكم، يعني دوركم هلأ في هذه التوعية. هاي اليوم يعني أكبر دليل، يعني اليوم استضافة حضرتك وحكينا التوعية عن هذا الموضوع. أنا اليوم بعتبره تغطية مناسبات، لأنه اليوم عندنا اليوم العالمي مكافحة الألغام. لو ما عندي اليوم العالمي لمكافحة الألغام ما جبت سيرة القضية. القضية موجودة لا. في سوريا، يعني المواد مهمة. المواد اللي شفناها هي مشغولة كذا مرة، قضية توعوية من دائرة أنه أنا عندي مناسبة، عندي ورشة، عندي يوم عالمي فبعمل، ما عندي بنام.
هذا الغلط الكبير. أكيد لأنه لا. نحن ضمن حتى نشرات الأخبار عم بنبس فواصل يجب توعوية. يجب على طول الوقت أنه نعمل هذا الغرس لحتى يطلع عنا زرعة الوعي المطلوب. أكيد طبعا. أكيد. شكرا كثير دكتور عربي المصري على وجودك معنا. اكيد انت قدوه بالنسبه لي، يعني قدوه كثير كبيره، وكان لي شرف انه اليوم هيك استضيفك بحلقه لي، وانه بيوم من الايام كنت طالبتك، وبتشكرك كثير على وجودك معنا وعلى معلوماتك القيمه دائما. تسلمي. يعني هذا الشيء الطبيعي لسنه الحياه انه نشوف طلابنا زملائنا، وفيما بعد ان شاء الله بتصيروا في مواقع ادارتنا. أنا بدي أقول شغلة أخيرة بس، أنه لازم يعرف كل إعلامي إذا عمل رسالة فهو طبعاً. ممكن أنه ينقذ إنسان من كارثة حقيقية أو ينقذ روح، وما في أحلى من أنك تعملي رسالة وتعرفي أنه هالرسالة أنقذت روح أو أكثر ساعتها، حتى تعرفي انك اديتي رسالتك بالشكل المطلوب. اكيد المطلوب. دكتور، وهذا الشيء اللي نحن دائما بنحاول قدر المستطاع نكون على قد المسؤوليه، مثل ما أكيد. بنقول أكيد. دائما من خلال عملنا المستمره وليس بيوم واحد. اكيد شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك معنا.